يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده هنعمل وصفات لذيذه جدا. هعمل ايه النهارده؟ هعمل فراخ مشويه بالاعشاب العطريه. ايه الاعشاب دي؟ روزماري مع زعتر، هنطحنهم كده مع ورق لورا، هنشوف بيتعملوا ازاي. هيدوا طعم غني جدا وحلو جدا. هنتكلم وهكلمكم عن الميه اللي مع الفراخ دي. احنا مش مصفيين الميه دي، قاصدين نعمل كده عشان نتكلم عن الموضوع ده. طب هعمل ايه كمان؟ هعمل كبد فراخ بدبس الرمان. طريقه سهله جدا، وكتير من حضراتكم بيحبوا الكبده بدبس الرمان. هنشوف النهارده طريقه سهله جدا ليها. اخر حاجه هعملها، او في الحقيقه مش اخر حاجه، تاني حاجه هعملها، لان انا هعمل بعد الفراخ هعمل على طول عيش مقلي. هنشوف عيش سريع جدا وسهل جدا، مكوناته دقيق وملح وسكر بس، ما فيهوش خميره، ما فيهوش بيكنج باودر، ما فيهوش اي نوع من انواع عوامل للرفع. عيش هيتقلي سريع جدا وسهل جدا. هطلع فاصل دلوقتي، وبعد الفاصل هرجع لحضراتكم نبتدي في وصفات النهارده. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل قلنا ان احنا نعمل ثلاث وصفات: فراخ مشويه بنكهه الاعشاب العطريه، وقلنا ان احنا نعمل عيش مقلي، وهنعمل كبده بدبس الرمان. تعالوا نشوف الفراخ اول حاجه نتكلم عنها، وبعدين نخش على بقيه الوصفات. يلا بينا. المقادير كالتالي: فرخه متقطعه 8 قطع محطوطه في سائل النقع، هنتكلم عن ايه بالتفصيل دلوقتي. روزماري وزعتر اخضر فريش يعني، جنزبيل مبشور وورق لورا، ملح وفلفل اسود بس كده. بصوا بقى، دايما كنا بنستخدم سائل النقع للفراخ اللي هتستوي بطريقه تسويه جافه. يعني ايه طريقه تسويه جافه؟ يعني شوي على الفحم، او شوي على الجريل، او شوي في الفرن، او تحمير في الزيت. دي طرق طهي جافه. علشان الطرق دي جافه فهي بتنشف الاكل. علشان نتفادى ان الاكل اللي احنا بنسويه او البروتين اللي احنا بنسويه ينشف، بننقع البروتين ده في سائل. السائل ده بيبقى عباره عن ايه؟ ميه ساقعه وملح وسكر. لازم تكون كميه الملح ضعف كميه السكر، ولازم تكون الميه ساقعه، ولازم يتحط في الثلاجه اثناء النقع. الطريقه دي بتخلي الفراخ او اللحمه او اي نوع من انواع البروتين بعد الشوي طريه جدا، بتخليها تفقد جزء اقل من الميه اللي فيها. فاحنا بناكلها بتبقى طريه جدا، المضغ بتاعها بيبقى اسهل جدا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالوا اول حاجه نصفي الفراخ من ميه النقع. هروح هنا كده عند الحوض واروح مصفي الفراخ. خلاص كده صفيت الفراخ وكله تمام. هاجي هنا بقى ابتدي في التتبيله اللي انا عايز اعملها. هعمل ايه بقى؟ هجيب كده ورق الروزماري واحطه هنا كده. هنشوفه مع بعض حالا دلوقتي. ما بحطش العود نفسه، بحط الورق بتاع الروزماري. احمد هيجيبه لكم حالا دلوقتي. حط ده في الهون. والزعتر هنعمل فيه نفس الكلام، ناخد كده الاخضر اللي في ورق الزعتر ونحطه هنا. ولو في عود ولا حاجه نحاول نشيله، علشان العود ده مش هيطحن كويس مع بقيه المكونات. نحاول ناخد الاخضر كله. ايه يا حبيبي قول لي؟ ناخد كده ايه؟ الاخضر اللي في اعواد الزعتر زي ما خدنا الاخضر اللي في اعواد الروزماري. خلاص حلو قوي كده، كفايه. وبعدين هعمل ايه؟ هجيب ورق اللورا هحطه هنا. حلو؟ قبل ما احط اي سائل هحط كده رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح، هتساعد على الطحن. بس كده اروح جايب كده ايد الهون كده واطحن الاول شويه قبل ما احط السائل. تعالوا بس نشيل كده ده عشان ده مش هيطحن، ونستمر في الطحن كده. انا كده عملت ايه؟ كسرت بس ورق اللورا وبدات اطحن الروزماري والزعتر. ده مش هيتم بشكل كامل غير لما احط الزيت. بس قبل ما احط الزيت هحط هنا الجنزبيل، الجنزبيل الفريش اللي احنا
كنا بس كده بشرينه بالمبشرة. هيعمل دلوقتي خلطة كده، الزيت هيساعدنا اكتر كمان في الطحن، بس مش دلوقتي، هقول لكم امتى بالظبط نحط الزيت في انهي قوام بالظبط. بصوا احمد ممكن تجيب ده من فوق كده سنه علشان بس نتكلم عن الطحن بيشتغل ازاي. انا قبل ما احط الجنزبيل الفريش المبشور كسرت ورق الرز، كسرت ورق اللورا واعواد الزعتر والروزماري اتطحنت سنه، هكمل شويه قبل ما احط الزيت. يلا بينا. بصوا قربت احط الزيت، هنشوف حالا دلوقتي الزيت هيتحط في انهي مرحله بالظبط. يلا بص كده يا احمد بصه قبل ما احط الزيت عشان نشوف انهي قوام وصلنا له. شايفين بدأت تبقى مطحونة كويس، بس لسه عايز أدق كمان 30 ثانية ولا حاجة. حلوة قوي كده. ممكن كده بص بقى يا احمد بصة كده من فوق، شايف القوام عامل ازاي؟ مطحون كده وجميل. يلا زي الفل، هي دي الطحنه اللي احنا عايزينها. هصفي كمان الفراخ من الميه لغايه ما اتاكد ان هي جافه كويس، وبعدين هاخد بقى الخلطه اللي انا عملتها دي وانزلها هنا على الفراخ. يلا هتهنى يا ابو حميد. مع بقى نكمل ملح وفلفل اسود ونبتدي ان احنا نقلب الفراخ مع التتبيله دي. عايز بقى نسيب التتبيله دي على الفراخ تلت ساعه قبل التسويه. تعالي هنا. حلو، هل محتاجين نحط زيت؟ اه، ما ينفعش نحط زيت دلوقتي. عفوا ما كانش ينفع نحط زيت قبل كده، لو حطينا زيت قبل كده كان هيعمل عازل ما بين الفراخ وما بين التوابل، الزيت بحطه بعد ما تبل. فهاخد كده شويه من الزيت هنا واحطهم كده. وادي تقليبه اخيره. وبعدين اخد بقى قطع الفراخ وانزل بيها هنا على الشوايه. حركها كده. ونستمر في ان احنا نرص قطع الفراخ على الشوايه هنا. طيب هل انا هنا هسوي بشكل تام؟ لا، انا هنا هاخد لسعه كده وهجيب صينيه حلوه علشان احط فيها الفراخ وادخلها الفرن تكمل التسويه بتاعتها. عايز بس كده مساكه او حاجه علشان اقلب الفراخ دي واشوف، مش عايز النار دي تفضل كده مشتعله فتره طويله. اي نعم هو اللهب ده هيدي ريحه حلوه جدا، بس مش عايزه يبقى مباشر قوي كده، فهقلب بسرعه. سيبها كده كمان دقيقتين وبعدين احضر الصينية اللي هحط فيها الفراخ علشان تدخل الفرن. دي تمام كده، نحطها هنا في الصينية، ودي كمان تمام نحطها هنا في الصينية. دي برضو ممكن نحطها في الصينية هنا. هي دوبك كده خدت لسعة وهنكمل تسوية في الفرن. بس حلوة قوي كده. هوسع ما بينهم كده سنة
هما ريحتهم اصلا حلوه جدا قبل حتى ما يخشوا الفرن. بص عليهم كده يا احمد، بص من فضلك قبل ما نخش الفرن. دي الفراخ شكلها عامل كده بعد ما خدت كده لسعه على الجريل. هنفتح بقى الفرن وبعدين نحط الفراخ ونسيبها لمدة 35 دقيقة، هتبقى استوت وبقت زي الفل. يلا بينا، هطلع فاصل، بعد الفاصل هرجع لكم نشقر على الفراخ ونبتدي في وصفة العيش، وبعد كده نعمل الكبدة الدبس الرمان. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية، رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل كنا بعد ما عملنا التتبيله بتاعت الفراخ وتبلنا بيها الفراخ، خدناها او ادينا لها لسعه على الجريل هنا، وبعدين حطيناها في الفرن تكمل تسويتها. هنسيبها زي ما هي كده في حالها، ودلوقتي هنعمل الكبده الدبس الرمان عشان نخلصها ونعمل العيش المقلي السريع واللذيذ جدا، متاكد ان هو هيعجبكم جدا ان شاء الله. يلا بينا نقول مقادير الكبده ونشتغل فيها على طول. حطيت طاسه تسخن على النار، هنقول مقادير الكبده ونشتغل فيها. كيلو كبده فراخ، معلقتين توم مفروم، فلفل متقطع شرايح، نص كوبايه دبس رمان، رشه كزبره ناشفه، ورق كزبره للتزيين. مقادير بسيطه جدا وسهله جدا. كل اللي انا محتاجه دلوقتي هو انه الطاسه اللي على النار دي هحط فيها مقدار من الزيت، هسيب الزيت ده يسخن وهبتدي بقى اشوف الكبده. هل الكبده دي هقطعها ولا استخدمها زي ما هي؟ لا، انا مش هقطعها، هستخدمها زي ما هي عشان عايز يكون ليها قوام، عايز يبقى ليها شكل كده، مش عايزها تبقى سايحه في الوصفه. طيب هنعمل ايه؟ هاجي هنا عندي مساكه اهي، ودرجه حراره الزيت بدات تسخن، عايز اسيبها كمان 30 ثانيه تاخد راحتها. في هذه الاثناء هروح واخد رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود على الكبده هنا، وبعدين برفقه كده هقلبها من غير ما هريها، رشه الملح ورشه الفلفل الاسود بس. طيب ده اللي انا حطيته، هحط ايه كمان؟ التوم. هاخد هنا كده التوم المفروم وانزل بيه هنا. يبقى انا كده حطيت الملح، فلفل اسود، وحطيت توم. هادي كده تقليبه لغايه ما يمتزجوا كويس. بصوا لما الملح بيتحط على الكبده، لو ملح او خل او ليمون بيغير لونها على طول، فلازم انه احنا اول ما نحط الملح او الليمون او الخل بصرف يعني على حسب الوصفه كان مكتوب فيها ايه او موجود فيها ايه، نسوي بقى على طول، لان لو سيبناها شويه هتلاقوها ان هي نزلت ميه كده، ما بقتش لطيفه يعني. طيب هاخد بقى الكبده كده اروح جاي هنا كده واحده واحده، هحط الكبده في الزيت. شفتوا اللون بتاع التوم بيغير على طول. هنحط دلوقتي بقيه الكبده، والكبده كمان بتاخد لون حلو كده على طول. يلا بينا. طيب ايه اللي هنعمله؟ هنجيب هنا كده مساكه، هنجيب عفوا معلقه سيليكون ونقلب بيها لغايه ما الاقي لون الكبده بقى حلو كده من جميع الجوانب بتاعتها. الكبده من المكونات اللي ما بتاخدش وقت في التسويه، تقدروا تعملوها في يوم لو ما عندكوش وقت او عايزين تعملوا اكل سريع بس في نفس الوقت طعم. كبده الفراخ هي اختيار مثالي. نستمر كده في التشويح، نسيبهم كده حاجه بسيطه، ونيجي هنا نحضر بقيه المكونات. هاجي هنا كده رشة الكزبرة وادي تقليبة. الوصفة الأصلية للكبدة بدبس الرمان على الطريقة اللبنانية ما فيهاش كزبرة، لكن أنا النهاردة عامل وصفة يعني مختلفة سنة، طعمها يعني عجبني، فكرتها عجبتني، فقلت إيه لما عملتها كده قلت لازم أدوقها لكم، لازم أعملها قدامكم برضه. طيب خدنا كده خلاص تقليبة، الريحة قوية جدا، الريحة حلوة جدا. ايه اللي هعمله دلوقتي؟ هاجي هنا اخد الفلفل، كميه مش كبيره من الفلفل، وادي هنا كده تقليبه.
بالشكل ده، وبعدين اجي اخد دبس الرمان وانزل بيه هنا، وبالاسباتولا كده هاخد ايه كل البواقي اللي موجوده من دبس الرمان، ومش هحط سائل هنا لانه الكبده خلاص تقريبا استوت، قدامها كمان دقيقه دقيقه ونص، مش هيلحق يتبخر السائل اللي موجود ده. والقوام ده جميل جدا وظريف جدا، مش ناقص غير ان انا احط اوراق الكزبره اللي انا مش هحطها دلوقتي عشان ما تفقدش اللون بتاعها ولا تدبل، هحطها في النهايه. هنشوف بقى طبق كده مناسب للكبده الجميله دي، وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. عايزين نبص على الفراخ وعايزين نعمل العيش، بس هنشوف طبق يكون مناسب للكبده. قول يا زي الفل. ندي هنا كده تقليبه، الريحه قويه جدا. خلاص الكبده دي كده استوت وبقت زي اللي هاخد ورق الكزبره احطه هنا كده واطلع من على النار. بعد ما حطيت ورق الكزبره على طول قبل ما اقلب، بقلب فوق النار كده، بطلع فوق النار وادي تقليبه بس. هاجي هنا هغرفها كده ايه بالصوص بتاعها على طول زي ما هي كده. جربوا الوصفه دي بالطريقه دي وانا متاكد ان هي ان شاء الله هتعجبكم جدا. تعالوا اقول لكم مقادير العيش، وبعد ما اقول لكم المقادير نطلع فاصل ونرجع نعمله على طول، لان هو عيش سهل جدا وسريع جدا. مقاديره كالتالي، ده عيش مقلي، مقاديره كالتالي: 3 كوبايات دقيق، رشه ملح، رشه سكر، يعني معلقه كبيره ملح وربع معلقه سكر، وزيت للقلي بس. هي دي مقادير العيش السهل والسريع اللي احنا هنعمله النهارده. هطلع فاصل، بعد الفاصل هرجع لحضراتكم نعمل العيش المقلي ونشقر على الفراخ اللي في الفرن. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل قلنا مقادير العيش المقلي، تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه بالظبط. يلا هنيجي هنا كده نفتح العجان ونحط الدقيق، ونحط دايما 3 ارباع كميه الدقيق، ونسيب كده ربع علشان نتاكد من القوام. السكر، معلقه السكر او نص معلقه السكر، ومعلقه الملح. طبعا لازم يكون الملح اكتر من السكر لان دي وصفه حادقه. وبعدين هخلط الدقيق مع بعضه كده مع الملح والسكر، وبعدين اجيب الميه بقى ايه وسقسق كده واحده واحده لغايه ما الاقي القوام جميل وظبط. طيب الوصفه دي ما فيهاش خميره، هل ده معناه ان انا بعد ما اعجن العجين هقليه على طول؟ لا، هستنى عشان العجين يريح. اي نعم هو ما فيش خميره، مش محتاج استنى عشان يخمر، لكن محتاج العجين يريح عشان وانا بفرده كده ما يقطعش. هنشوف ده مع بعض حالا دلوقتي وهكلمكم عن الموضوع ده بالتفصيل. هننزل بقى بشويه الميه كده واحده واحده لغايه ما نلاقي القوام ظبط ولما مع بعضه. بدأت العجينه هي تلم وتبقى كوره واحده. العجان قام بدوره. هل ده ينفع يتعمل من غير عجان؟ طبعا ينفع يتعمل بالعجان، هو الاصل ان هو بيتعمل من غير عجان، احنا بس علشان عندنا عجان فبنستخدمه، لكن ممكن نعمل ده من غير عجان. هاجي هنا كده اخد شويه دقيق حلوين احطهم هنا، واخد العجينه دي اللي لمت وبقت زي الفل احطها هنا كده، ونزل العجان ده تحت، واحط دقيق كده على ايدي، وابتدي ان انا امسك العجينه واعجنها كده بايدي كده. واستمر كده في العجن لمدة 3-4 دقايق بالكتير
لغايه ما الاقي ان العجينه القوام بتاعها ناعم وحلوه. بص انا بعمل ايه، بلم العجينه كده وافردها كده وهكذا واستمر في العجن. العجينه هي بدات تظبط، عجينه بسيطه جدا مقاديرها دقيق وملح وفلفل بس، مش اكتر من كده. بس العجينه دي زي ما هي كده هاخدها، دي تعمل 3 رغيفة مثلا، فاخد كده واحدة والتانية والتالتة، اكورها كده والمفروض نحطها بقى فين، في التلاجة لمدة 1/3 ساعة، او لو الجو برد زي اليومين دول كده غطوها بس عشان ما تنشفش وسيبوها لمدة 1/3 ساعة. شايفين عجينة سهلة جدا وبسيطة جدا. هغسل ايدي وارجع اقول لكم هنكمل ازاي وهنعمل ايه بالظبط. بعد 1/3 ساعة بقى في التلاجة او بره لو الجو برد زي اليومين دول كده، هنطلع العجينة دي من التلاجة ونسخن زيت كويس. طيب هنقلي ازاي وهنعمل ايه؟ هنشوف ده مع بعض حالا دلوقتي. هاجي هنا، دي كده خلاص العجينة بعد ما ريحت 1/3 ساعة اللي احنا قلنا عليها، اروح ماسك العجين وبايدي كده هفرده، مش محتاجين بقى ولا نشابة ولا بتاع، هفرده كده بايدي. وبعدين هروح واخد الرغيف اللي انا فردته ده زي ما هو كده على ايدي، واروح جاي هنا في الزيت ماسكه كده ونازل بيه في الزيت، ولازم ابقى واقف جنبه. ليه؟ هنشوف حالا دلوقتي. اول ما ينفش كده، بصوا بدا ينفش اهو، هروح قلبه على الناحيه التانيه. بياخد وقت قد ايه في التسويه؟ دقيقه ولا حاجه. ايوه اللون ده حلو قوي. الرغيف ده كده بقى زي الفل، همسكه كده فوق الزيت يصفي سنه واروح حاطه هنا. هعمل ده بقى ايه في كذا لقمه من العيش اللي عندي ده. هفرد كام واحده كده عشان ما نقعدش نرجع كتير للرخامه تاني، نشتغل على طول. فهفرد كام واحده كده وبعدين نروح على طول عند الزيت مره واحده. لو عملتوا ده بالنشابه برضو هيشتغل، مفيش اي مشكله، عملتوه بايديكوا هيطلع زي ما انا بعمله كده. مش لازم يبقى شكله مثالي، مش لازم ابدا. يلا هناخد ده كده وننزل بيه هنا في الزيت، وافرد انا واحده تانيه هنا على ما ده ينفش من الجنب ده. نقلبها ونرجع نفرد تاني. نفرد كمان واحدة جنبيها هنا ونروح نقلب اللقمة اللي هناك دي للمرة الأخيرة علشان هنطلعها. يلا هنطلع اللقمة دي نحط مكانها واحدة كمان، نحطها هنا كده
ناخد اللقمة دي نحطها هنا، ودي جاهزة هتنزل بعديها على طول، ونفرد واحدة كمان، وهكذا 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 لغاية ما نعمل الكمية اللي احنا حابينها. دي عايزة تتقلب، هنروح حالا نشيل اللقمة اللي في الزيت دي عشان خلاص، بس هفرد اللي في ايدي دي الاول عشان ما نتفصلش. سيبها كده تصفى حاجة خفيفة ونيجي بيها هنا. يلا تاني ناخد بقى اللقمة اللي جاهزة دي ننزل بيها هنا في الزيت. عندنا اتنين مفرودين اهم، دي بس محتاجة تتفرد اكتر سنة. القطر بتاعها بنتحكم فيه بالفرد اللي احنا بنفرده ده. الفراخ اللي في الفرن دي عايزين نفتح نشقر عليها ونشوف اخبارها ايه بعد ما افرد اللي في ايدي دي. هروح افتح الفرن واطمن على الفراخ واشوف اخبارها ايه بالظبط. نفتح هنا، تعالوا نعمل واحدة أخيرة. زي الفل، دي هتتشال من الزيت كده وننزل باللي بعديها. هروح بقى ابص على الفراخ اللي في الفرن دي شوف اخبارها ايه. الفراخ اللي في الفرن عايزه تتشال زي الفل اهي. خلاص ناخد لها كده منديل ولا حاجه نمسك بيها الطاسه الصينيه عفوا ونطلعها على طول من الفرن. يلا بينا حطها هنا كده لغاية ما نبتدي نقدمها. العيش ده هيتقلب ونفرد اتنين كمان، اعتقد كده كفاية عيش قوي. التلاتة اللي احنا فردينهم دول هنسويهم ونقدم على طول. يلا بينا نصفيها كده من الزيت حلو، واحط طبقة تانية هنا كده من البقدونس. وبعدين ناخد اللي احنا فردينهم العيش ده ننزل بيه هنا. ممكن بقى نعمل ايه؟ نستغل هذه الفرصة نبتدي بقى ناخد الفراخ كده نحطها هنا على العيش. نبص على الرغيف الاخير اللي احنا بنعمله ده نشوف اخباره ايه. بصوا بقى الفراخ هتبل شويه العيش ده بس دي طعم حلو قوي في النهايه.
يلا خلاص الرغيف ده كمان كده قدامه دقيقة واحدة ويبقى جاهز. هساعده بس ان انا ايه اغطسه كده سنة علشان ينجز في التسوية. الله خلاص جاهز اهو مستعد. سيبه كده يتصفى سنة، نطفي عليه النار، ممكن ايه نحطه هنا كده، نجيب الفراخ دي شوية هنا دي شوية هنا كده ودي فوقيه، يبقى كده احنا ايه خلصنا الوصفات بتاعة النهاردة. يلا بينا، دي كانت حلقة النهاردة، دي كانت وصفات النهاردة. عملنا ايه النهاردة؟ عملنا ثلاث وصفات لطاف جدا. عملنا وصفة الفراخ المشوية بالأعشاب، شفنا ازاي عملنا الأعشاب بتاعتها وطحناها، وعملنا عيش مقلي حطيناه تحت الفراخ دي، وعملنا كمان كبد الفراخ بدبس الرمان. وصفة سهلة جدا وسريعة ومختلفة عن اللي احنا متعودين عليها. أتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، أتمنى تكون الوصفات عجبتكم. اللي ما شافش الحلقة دي في البداية يقدر يتابعها الساعة 5 صباحا بتوقيت القاهرة. أشوف حضراتكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد.